في اليوم 62 من الحرب تسعى القوات الروسية لتدمير القدرات العسكرية للجيش الأوكراني بالكامل وفرض سيطرتها على المزيد من الأراضي الأوكرانية. وفي آخر تطورات، تواصل القوات الروسية محاولاتها لحصار المواقع المحصنة في شرق أوكرانيا، حيث دار قتال عنيف جنوبي مدينة إيزيوم، بينما تحاول هذه القوات التقدم إلى مدينتي سلوفيانسك وكراموتورسك. ذكرت مصادر في هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها تجهز دفاعات في مدينة زابوروجيا استعدادا لهجوم روسي محتمل من جهة الجنوب. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سيطرة القوات الروسية على إقليم دونباس شرق أوكرانيا ليست حتمية، مشيرة إلى أن إقليم دونباس سيكون عقبة صعبة على الروس. والآن نترككم مشاهدين مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.